العلم تاع المال القذر لارجون سال اللي بدا يتوغل في الساحه. قال لك يحيى وغضبان با فوز ان افي ان اكزومبل ان تقول لي يحل الحرج. الحرج لو كان ما حكموهش، ما حكموهمش على كل حال في انتظار القرار القضائي، لكن نظن الكثير من الادله والشيء اللي نقراوه في الاعلام كافي باش يعني الشبهه تمشي بقوه. لو سمعتوا التواطؤ ان هذه دخلت 701 كيلو كوكايين دخلت، واحد ما دار لها البال والناس مستمره ذاك الوقت يكون حرج. الباقي هذه حرب، حرب، حرب ضد الفساد، حرب مثل ما قلت ضد عدوان، عدوان يستهدف الجزائر. والحمد لله في هذه المعركه على الاقل مصالح الامن كانت لها الكفاءة الكافية والمعطيات الكافية باش حكمت العملية. ربما كاين عمليات أخرى يتسلوا إن شاء الله. هذه معركة.